بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن أطراف الأرض تتآكل باستمرار. لقد اكتشف العلماء حديثا ظاهرة تآكل الأرض من أطرافها، وهذه الصورة التي التقطتها وكالة ناسا يقول العلماء عنها أنها تمثل دليلا على نقصان الأرض من أطرافها، فأطراف القارات المتجمدة تذوب وتنحسر ويتناقص حجمها. وعلماء الجيولوجيا يقولون أن القشرة الأرضية عند نهايتها أو أطرافها تتآكل أيضا وتترسب هذه المواد في قاع المحيطات. وصدق الله الذي حدثنا عن هذا الأمر قبل 14 قرنا. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أولم يروا إنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. سورة الرعد آية 41. صراحة ما نقول سبحان الله والله أعلم.